قبل بيضرب. السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا ريت ندعي للناس ديت عشان في خطوين دخلوا في بعض جنب البيت عندي. ادعوا للناس عشان الله اعلم في حالات وفيات ولا لا، واكيد في اصابه، فادعوا للناس اللي توفت لو في ناس توفت، وادعوا للناس اللي حصل لهم اصابه. وبصوا ما بين العربيات، كل ما بين عربيه وعربيه الدنيا اتقفلت خالص، فربنا يسترها علينا وعلى الناس كلها. وفي جنب كمان القطر في زي كابل كده بيدور، فانتوا ادعوا للناس بالله عليكم، وربنا يسترها علينا وعلى الناس كلها، والبقاء لله لو في ناس توفت، وربنا يشفي لو في حد حصل له اي ازمات، واللهم صيبا نافعا. شايفين الدخان ده بيت صغير بيطلع منه الكابلات بتضرب جنب البيوت، وده ما بين العربيات تكبس خالص. لا اله الا الله. هو كان على ما اعتقد، يعني الله اعلم، انا ما كنتش واقف، بس في القطرين ماشيين على نفس القضيب، فالاتنين دخلوا في بعض، او العربيه باينه هي انها متدمره خالص. ربنا يلطف بالناس يا رب. في كام عربية إسعاف جت حولت ناس كتير، فالله أعلم بقى. لا إله إلا الله، إذن لله وإنا إليه راجعون. شفتوا الكابل؟ مش عارف سامعين صوت الكابل ولا لأ. هاجر بتقولي ده فين؟ ده في شبرا مصر ورود الفرج. واحمد عماد، ايه ده؟ زي ما انا لسه قايل. عمر فين؟ ده ياض جنب البيت عندي حبيبي، في محطة قطر. سارة حبيبتي، ده على الكوبري محطة القطر اللي تحتينا، اللي جنب البيت على طول عندنا وعندكم. ربنا يسترها على الناس كلها. معلش يا عمر، انا ما كنتش شايف يا حبيبي. ده جنب البيت عندي على طول يا عمر، محطة القطر ديت جنب البيت، هي مش محطة، قضيب قطر يعني. ماشي، قطرين جايين عكس بعض والاتنين دخلوا في بعض. محمود، ده في رود الفرج يا محمود، يعني عند ميدان سوق رود الفرج القديم، هناك في محطة قطر، قضيب قطر يعني، وده اللي حصل. ندى جنب البيت يا ندى، عندنا ورا قصر الثقافة على طول. الكابل عمال يضرب يا جدعان، الناس اللي في البيت ديت يعني الله يكون في عونهم، واهل الناس ديت برضه الله يكون في عونهم. ربنا يلطف بالناس يا رب. بصوا يا عيني، ده ما بين العربيات، ما بين العربيات اتدمر. يا مي، والله انت برضه ساكنه جنبي يا مي، الدنيا مقلوبه فعلا، ربنا يستر. بصوا يا جماعه، دوت ما بين العربيات اللي هي ما بين المفصل ما بين كل عربيه وعربيه، من الفرامل والخبطه العربيات متطبقه في بعضيها. طاهر، ازيك يا طاهر؟ دوت زي ما انت شايف كده، قطرين دخلوا في بعض عندنا في رود الفرج. والله يا احمد مش عارف، الله اعلم، انا ما شفتش حد متوفي، انا شفت الاسعاف شايله ناس، وفي ناس اسعاف رجاله اسعافات الله يبارك لهم جايين مش شايلين حد، فممكن يكون ما بقاش في اصابات خلاص. ما اعرفش والله يا احمد في حد توفى ولا لا. عايز يا رب ربنا يستر. يا احمد، هو اكيد في ناس كتير حصل لها حاجات، لان الاسعاف شالت كذا حد، في كذا عربيه شالت كذا حد. ربنا يستر بقى يا صافي. والله يا استاذه ليلى، انا مش عارف، فيها في ضحايا؟ في ضحايا يعني، في اصابات، بس الله اعلم الاصابات ديت في ناس متوفيه ولا لا. طلعوا الناس اللي بيجيبوها ليه؟ ادهم، والله الله اعلم يا ادهم، مش عارف في ناس توفت ولا لا، بس في ضحايا كتير يعني، في كذا حد توفى. ربنا يستر على الناس كلها ويشفي ويرحم لو في حد توفى. يا احمد تسلم لي حبيبي، انا كويس. ربنا يسترها يا رب. والناس ماتت ولا عاشت؟ ما في شو منها؟
يلا يا جماعة، سلام.